الخطاب الديني وهم غير مؤهلين أو غير فاهمين، أو بعض من يتجهون بالخطاب الديني أو يستخدمون الخطاب الديني استخداما سياسيا أو متجهة بقضايا الخطاب الديني. أخذ نموذجين كده اتنين عشان تقول شوف الدين ايه واحنا الفهم فين. قضية زي قضية الجزية اللي بتثير جدل، واللي داعش وبوكو حرام والناس يأسرون الناس ويبيعونهم وهكذا، والرق والجزية. الجزية هي عبارة عن عقد بين طرفين، كان غير المسلمين لا يمكن للمسلمين أن يحملوهم على قتال لا يريدون أو ليسوا طرفا فيه، لا يشاركون لا في الجيش ولا في الشرطة ولا في حماية الدولة، وكان المسلمون يتكفلون بحماية أنفس غير المسلمين وبيوتهم ونسائهم وأموالهم. فكانت الجزية تؤخذ مقابل هذه الحماية. لما جم مجموعة من النصارى تغلب وقالوا لا ندفع الجزية وإنما ندفعها باسم الصدقة، قال لهم ماشي ادفعوا أي اسم. وأظن في بداية القرن الماضي كان عندنا بعض الأغنياء وذوي النفوذ، الذي لا يريد أن يدخل ابنه إلى القوات المسلحة كان يدفع ما يسمى بالبدلية أو الجهادية، ويقول لك ده فعله الجهادية أو ده فعله البدلية، وهذا يدخل في الجدل. فواحد في مرة يقول إذا كان بعض الناس هم مش قادرين يحموا نفسهم هيحمي غيره إزاي؟ وبما أن الآن جميع المواطنين هم شركاء في الدفاع عن الوطن، دم المسلم دم المسيحي، في الجيش في الشرطة في الضرائب في التأمينات في بناء الوطن، فهذا الموجب أو العلة التي كانت تفرض على غير المسلمين قد زالت. نظام الحكم الكلام ده مكتوب، مش بنقوله كده ومش كاتبه أنا لوحدي، مجموعة من خيرة العلماء أكثر من 200 عالم، وهذا الكلام كتبناه وفي كتابين نحو تجديد الخطاب الديني، أحدهما ترجم إلى الآن وقت هذا الحديث إلى 13 لغة وطبعت بالكامل، والكتاب الثاني مفاهيم يجب أن تصحح الآن طبع ترجم إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والسواحلية ويجري طباعته. ومقر من كبار العلماء موضوع، يقول لك موضوع الجهاد ليس لأحد من الناس، لا لأحد الناس ولا لعمومهم أن يقول لك أنا بعلن الجهاد، وإنما وفق دستور كل دولة. ممكن دولة تجعله رئيس الجمهورية أو لمجلس الشعب أو لمجلس الدفاع الوطني وفق ما يقره ما يتوافق عليه الناس، ليس لأحد الناس ولا لأفرادهم أن يعلن الجهاد. نظام الحكم قلت 100 مرة وكتبت، هذا موجود في الكتابات المترجمة، لم يضع الإسلام نظاما ثابتا جامدا قالبا جامدا لنظام الحكم. كل ما في الخطاب الديني نوعين، حاجة بينك وبين الله وهذه الثوابت. الثوابت الأمور الثابتة اللي ما حدش يقدر يشتغل عليها ولا تتغير بتغير الزمان ولا المكان، هي فيما يخص ما بينك وبين الله، يعني الصيام 30 يوم غير قبل الاجتهاد. ما ينفعش واحد يقول ده صمت 35 ولا 36 يوم، لكن في النهاية بقى صمت بينك وبين ربنا، ما صمتش بينك وبين ربنا. لكن في مجتمع يتواطأ على التعاون، انت خليك فيما بينك وبين ربنا ولا تؤذي مشاعر الاخرين بانك تجاهر بالفطر امام الصائمين، او في مجتمع له قيم وتقاليد تراعى فيه القيم، لكن انت تصوم او لا تصوم هذا بينك وبين الله. الحج بينك وبين الصلاة، هتصلي او لا تصلي بينك وبين الله. اذا الامور الثابتة في الاسلام هي فيما بينك وبين ايه؟ الله، اللي ما يحاسبكش على الله ربنا. أما بقى كل ما هو بينك وبين الخلق، سواء من نظام المعاملات أم من نظام الحكم، هو الإسلام لم يضع له قالبا جامدا. والنبي لما سئل ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هل لو كان النبي عايز يضع نظام ثابت كان سابها في ده؟ لو ده ضاق زي الصلاة والصوم والحج، لا، لأن في مساحة تتغير بتغير الزمان والمكان. والإمام الشافعي نفسه كتب الكتاب، عمل بعض الفتاوى وهو في العراق، وعرف مذهبه بالمذهب القديم. نفسه الإمام الشافعي لما انتقل إلى مصر
عد الكثير من الفتاوى وسمي بالمذهب الجديد. فإذا كان الإمام الشافعي غير كثير من قضايا مذهبه فيما يتصل معامله فيما كل المعاملات اللي تحكم حياة البشر فيما بينهم وبين بعض سواء معاملات مادية أو معاملات حب هي فيها مساحة الاجتهاد والسعة اللي الإمام الشافعي لما واجه تغير أحوال الناس غير مذهب الفقه. طب لو الإمام الشافعي عاش لوقتنا هذا ده كان ممكن غير الكثير من إيه؟ حتى هؤلاء العلماء لم يكن لديهم جمود هم في عصرهم وفي زمانهم ومكانهم أفتوا بما يناسب العصر والزمان والمكان. لكن معظم القضايا بقى الحياتية تتغير بتغير الزمن. هذا مبدأ عند علماء الفقه والأصول إن الأمور في غير الأمور قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة محدود جدا في القرآن الكريم زي ما قلنا يجي في الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصوم، مفيش حد طلع ولا هيطلع ولا ممكن يقول صوم رجب بدل رمضان. لكن تعالى بقى القواعد حط الإسلام ضوابط عامة، تعالى احنا كتبنا ضوابط أي حكم نقول عليه حكم رشيد، أن يحقق العدل بين الناس. ولما بنقول عدل بقى مش عدل في القاضي فقط، عدل في الحصول على الوظيفة، عدل في الحصول على الخدمات الصحية، عدل في الحصول على الخدمات التعليمية، العدالة الاجتماعية بكل ما تعنيه الكلمة من معان، وألا يصنف الناس وفق أنسابهم ولا أسرهم، وإنما هو فيصل واحد الكفاءة والجدارة، وأن يكون الناس سواء أمام القانون. مواجهة الفساد بكل أنواعه والرشع والمحسوبية والقضاء على هذا. ثلاثة، أن يعمل القائمون على الحكم في أي بلد كان على قضاء حوائج الناس وتوفير الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والمطعم والملبس والدواء. يبقى أول خطوة تحقيق العدل، مواجهة الفساد أو منع الفساد، مصالح الناس وتحقيق احتياجات الناس اللي عارف عيش حرية كرامة إنسانية هو ده. وبعدين بيجي حاجة بقى حرية المعتقد، يوفر للناس حرية المعتقد، اللي عايز يصلي المسجد موجود، غير المسيح عايز يصلي الكنيسة موجودة، عايز تصوم محدش يجبرك على الإفطار. حرية العبادة وحرية المعتقد، وأن يمكن الناس من إقامة شعائر الدين. يعني هذا أي حكم بقى حقق عدل ومنع فساد وقضى حوائج الناس ووفر حرية المعتقد ومكن الناس من شعائر دينها ولم يمنع أحد من أداء شعائر دينه. أنا نتمنى إن الحكم في كل العالم يبقى كده. هات لي حد يقول لي إن الحكم لا يوفر دول. بعد كده بقى شكله إيه؟ رئاسي، برلماني، مختلط، ملكي، جمهوري، طالما هيؤدي إلى هذه الأهداف يبقى الأمر مستقرا. المشكلة في إيه بقى؟ حقيقة أي إنسان مخلص لدينه، مخلص لدينه ووطنه، ربنا بيرزقه حسن الفهم بصدق النية مع الله عز وجل. إنما القضية في جماعات الإسلام السياسي التي اتخذت من الخطاب الديني وسيلة لتحقيق مصالح سلطوية أو دنيوية أو مالية، ووظفت الدين لمصالحها الخاصة بعيدا عن المقاصد العليا للدين. إذن المشكلة ليست في الخطاب، وإنما في من يحملون الخطاب أو يتصدون لحمل هذا الخطاب، إما لأنهم غير مؤهلين أو لأنهم يستفيدون من المتجرة بهذا الخطاب. النقطة الأخيرة اللي أختم بها اللي قال عليها الأستاذ عادل وهي ما نبني عليه، وده سعادتنا بهذا الجمع وهذا التنوع. أنا قلت كلام مهم جدا، القضية فعلا فعلا أعمق وأوسع وأشمل من قضية الخطاب الديني. احنا أولا نحتاج إلى إعادة بناء الخطاب الثقافي من جديد، والخطاب التعليمي من جديد، والخطاب التربوي من جديد، والخطاب الإعلامي من جديد، وأهم نقطة
الخطاب العقلي، تحويل أبنائنا سواء بقى عن طريق التربية، التعليم، الثقافة، الإعلام، الجلسات دي، من العقلية التقليدية المستسلمة المنبطحة اللي بتمشي كلام المرشد كلام ربنا، إلى عقل قادر على النقد والتمييز والعقل. وأنا بأكد لكم كل الجماعات المتطرفة وبلا استثناء، كل الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية بتشتغل على فئتين، فئة المنتفعين المستفيدين، هو عقله يوزن بلد بس مصلحته هنا، البيزنس هنا، السلطة هنا، يبقى ادي الجانب الاول فئة المنتفعين والمستفيدين. الفئة التانية فئة المغفلين. المغفلين ممكن تلقى انسان لا يقرأ ولا يكتب لكن ما يضحكش عليه، الفئة اللي هي منعدمة الخطاب الثقافي وما عندهاش مستوى الوعي. ولما كنا في لقاء واحد يقول لي، حد بيسأله سؤال بيقول له ما حدش عارض عليك مرة تلبس حزام ناسف؟ قال له لا، ما يقدرش يعرض عليا. ليه؟ قال له هستطيع ان انا اواجه الفكر. فيجي واحد يقول لي واحد، انا بتخيل، ولذلك احنا ان شاء الله عندنا المؤتمر المقبل مهم جدا، التكوين الفكري والنفسي للجماعات المتطرفة. عايزين ندخل الولاد دول، لازم حد يدخل عالمهم النفسي وتكوينهم الفكري. ليه؟ اصل ممكن واحد يدي الواحد 1,000,000 جنيه ويعمل حاجة ويجري ويقول لك اتمتع بال1,000,000 جنيه، لكن اللي بيلبس حزام ناسف او بيقوم بعملية انتحارية، لو انت اديت له الدنيا كلها هيستفيد ايه الا اذا كان ده مغفل او مخدوع او مستوى النضج العقلي صفر. فبيقول له لو واحد قال لي البس حزام ناسف، هقول له طيب لو انا ايه الفايدة اللي هتعود عليا؟ هيقول له الجنة، والجنة دي فيها وفيها وفيها. يقول له يا اخي طب لو الجنة حلوة كده، اتفضل خد الحزام وروح انت الجنة، خش خدها انت. وبعدين هو انت يعني هتديني الجنة قبل نفسك؟ او اقول لك على حاجة، روح انت الاول عشان ابقى انا مطمن ان انا في حد قدوة ومثل. لان انتوا شايفين معظم قيادات الجماعات الارهابية هم واولادهم حتى في الاعتصامات كانوا هم عايشين في الشقق فوق، والجامعين الشباب الفقهاء والشباب الغلابة والمساكين هم اللي في خط المواجهة. وإلا بقى شوف مين من ولاد قط التنظيم دول في الميدان وفي الشارع وبيواجه، وبعدين اللي طالع عايش في بره واللي بيحرض من الخلف، لأنه هم زي ما قلت لك فئتان، المنتفعون والمغفلون. إحنا بقى ضمن الثقافي والجيني والدعوي والإعلامي إن نحمي المغفلين أو نحمي هذه الفئة الساذجة أو الفئة اللي هي مخدوعة بهؤلاء من أن يخدع. تخدعه إزاي؟ ليس بالخطاب الديني وحده، لأن عفوا حضراتكم ولسائر المثقفين مش هتبقى أشطر من هذه التنظيمات في معسول الكلام وتوظيف الخطاب الديني ولي أعناقه. فلازم تدخل من مدخل تاني بقى، الإنساني والثقافي والعقلي والفكري والتربوي والديني من هذا المنطلق، مش من منطلق فقط مجرد سرد النصوص وإنما كشف هؤلاء. حقيقة في برضه أيضا نقطة مهمة جدا، والكلام ده يمكن في أحيلكم إن شاء الله إلى نقاط عشان الوقت. المصالح المشتركة بين التنظيمات الإرهابية والقوى الاستعمارية والمعادية لأمتنا ووطننا لا يمكن أن تخفى على أحد. وكتبت مقال الإخوان وانفصام الشخصية. تخيل إحنا كلكم كده عشتم، اللي متابع الشأن العام فترة، الإخوان يقولوا أمريكا الشيطان الأكبر، ولما يتحدثوا عن الغرب، الغرب الصليبي والمنحرف وهجوم حتى احيانا يعني اهوج ولا انساني على امريكا والغرب. لما جم دلوقتي تلاقي معظم قيادات
هذه التنظيمات الإرهابية وخاصة الإخوان، لإما جنسية أمريكية لجنسية أوروبية، وياخد ولاده قبل ما يتولدوا، محمد سلطان وصلاح سلطان وآلة سلطان والشطر ومصر كلهم طلعوا أمريكان، وهم بيتجهوا علينا بأن أمريكا العدو الأكبر وإحنا عدو. طب لما عدوك بتاخد ابنك يتولد هناك وياخد الجنسية، وهل الدول دي ده قبل ما بتديله الجنسية بتقسموا يمين الولاء ان مصلحة امريكا اولا، يعني قبل مصر، يعني لو تعارضت مصلحة مصر ومصلحة امريكا، مصلحة امريكا، ولو قتال بين الاثنين يقاتل في صفوف الجيش الايه واللي يقرأ رسالة محمد سلطان للرئيس اوباما يتأكد من هذا الكلام. وهل الدول دي هتديهم الجنسية كده جدعانة ولا حبا فيهم؟ لا، هم بيوظفوهم لمصالحهم، مصالح متبادلة. إذا كانوا هم بيخدعوا الشباب الصغير، فالقوى الغربية خدعتهم ألف خديعة وباعت لهم الوحد، امشوا عنا وإحنا سلمكم إلى السلطة والإيه والمجد. وهم أيضا يعني في مستعدون، أنا قلت مستعدون أن يتحالفوا مع الشيطان، لأن القضية مش قضية دين على الإطلاق، على الإطلاق، وإنما هي قضية مصالح تتسطع بعباءة الإيه؟ بعباءة الدين. والقضية الأخطر إن كل التنظيمات الإرهابية والحاكية المتاجرة بالدين لا تؤمن بدولة وطنية على الإطلاق. هو مفهوم الوطن عنده دولة الخلافة الولامية. وبعدين يقول لك زي هقول لك لما حصل دلوقتي في مصر، يقول لك ما انا ممكن اروح قطر او تركيا او المانيا، عندي الف دولة، عندي الاخوان المسلمين الف وطن، فهو يؤمن بالوطن البديل وطول عمره مهيئ للوطن البديل. اما مركزية الوطن يخدع، يقول لك ايه المسلم اخو المسلم، مسلم اخو المسلم. انا كان معي اليوم وفد صومالي وعالي المستوى، اتنين وزراء وزير الاوقاف الحالي والسابق وسيادة السفير، وتحدثنا في مفهوم الدولة الوطنية. قلت له طيب، لا، اي نظام في الدنيا، اي دولة بتقوم على ثلاثة اشياء، وبدونهم لا دولة: شعب وارض وحكومة. لو ما فيش شعب ما فيش دولة، في صحراء فاضية. طيب شعب وما عندكش ارض، شعب زي بتاع الاخوان ده كل دولة فيها 50 واحد، لا ده مش دولة، ده شتات. طيب عندك ارض وعندك شعب وعندك فوضى بقى زي اللي بتحدث في بعض الدول من حولنا ايام الفصائل الافغانية وغيره واقتتال. طيب فيش دولة، دولة معناها ان في ارض وفي شعب وفي حكومة. الدولة اللي هي وطن هي وعاء الاديان. طيب بدون ارض مفيش دين، هتقيموا فين في الهواء الطلق؟ لابد ان يكون هناك وطن يحمل هذا الدين ويحمل الناس. هم بقى عندك ايه؟ الاستعمار قصد رسخ في ذهنهم مفهوم الخلافة العالمية. ليه؟ مش مهم عنده سينا تبقى مع مصر ولا مع حماس، ما احنا كلنا مسلمين، مش فارقة عنده النقطة دي الحدودية، تبقى مع سوريا ولا مع العراق مش مشكلة. فيبدأ الإحساس بالوطن وبتراب الوطن والحفاظ على حدود الوطن يتلاشى، فيبدأ التفريط في الأوطان، وده أقصى ما يهدف إليه القوى الاستعمارية التي تريد أن تفتت المنطقة. تبقى دولة ولا 50 دولة مش فارقة عنده. ولذا القضية هي قضية الآن لابد من نقاط. أولا بنأكد إن إحنا مش القضية، ليست لا توجد مشكلة في الخطاب الديني الصحيح على الإطلاق، فالأديان جاءت لمصلحة الإنسان، والفقهاء يقولون حيث تكون المصلحة فسمى شرع الله، ولا توجد مشكلة الأديان لسعادة الإنسان، وإنما المشكلة في من يحملون الخطاب حملا خاطئا. اثنين، هل الخطاب واحد ديني وحده قضى على حل مشكلات؟ هو صحيح في المقدمة، لكن لا، في حاجة للخطاب الديني والتربوي والتعليمي والثقافي، وأهم الخطاب العقلي وبناء العقل المفكر. في حاجة هامة جدا جدا الحاجة المهمة جدا مفهوم الدولة الوطنية.
مفهوم الدولة، وأن تكون العلاقات بين الدول وليس بين دولة وطائفة أو بين مجموعات متفرقة في تنظيمات عالمية. يعني احنا ليس عندنا مشكلة أن يكون عندنا في مصر أو في أي دولة عربية شيعة، هو حر في معتقله، شريطة ألا تستخدم هذا المذهب لزعزعة الوطن. احنا لسنا مع المذهب، معناش مشكلة الأزهر بين الشيعة والإباضية وكل المذاهب العقدية، لكن المشكلة عندما يكون التشيع موجه سياسيا أو الإلحاد موجه سياسيا، عندما تكون العلاقة بين الشيعة إحدى الدول وبين وساعتها مش هحكموا على أن الشيعة سني، هحكموا على الخيانة الوطنية، لأن كل من يعيش على أرض مصر مسلم سني شيعي مسيحي يهودي أيا كان عنده ولاء وطني. اللي يخرج لأي ليقدم أي شيء على الوطن، أنا مش هدخل في الأديان والمذاهب، خيانة وطنية. وما نسمحش تكون علاقة بين شيعة مصر إيران ولا بين مصر وسنة إيران، وإنما تكون علاقة بين الدول على الاحترام المتبادل بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وإلا بقى يبقى كل دولة تتدخل تستقطب طائفة أو تستقطب حزب أو توجه سياسي، ويزداد العالم العربي والإسلامي تمزقا وتفككا وشدادا. وإذا كنا في كل المؤتمرات الدولية أقول أنا عايز كل من يعيش على أرض الكويت سواء كان سنيا أم شيعيا أم أيا كان هو ولاء للكويت، وطالما عنده الكويت أولا لا يعنيني أن يعتقد ما يعتقد، هو حر في اعتقاده. فإن خرج عن هذه المصلحة وبقى عنده ولاء لإيران يحاكم بالخيانة الوطنية. كل من يعيش على أرض السودان أو المغرب أو موريتانيا أو مصر، تعزيز مفهوم الدولة الوطنية وترسيخ مفهوم المواطنة، لأن الأعداء اعتقدوا يسوقوا إن المواطنة دي يعني كلام الناس السياسيين وإنها ليست من الدين، وإن بالعكس لا نستطيع أن نحمل دينا إلا من خلال وطن مستقر بأرض وشعب وحكومة مستقرة. اللي يمشي عكس ده